إنا لله وإنا إليه راجعون. الله قبرجها واسعي وحبالها سسجلية البيت كمجالة بور مما تأسخر اللوغو سميي مرحوم أقويحن عبد الرحمن آدم محمود وكمدها هل دور كسيد وين لوغو احترام وكودهان بديغانة سومالي لان وآسك مرحوم كواحا كغيب قلي مدحوين كحيجين كسومالي لان حمنا كمدة كلها وسيردا agaasimayaal badan oo maayrada dalka aqoonyahan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Borama salaadta janaasada ka dib mas'uuliyiinta koobtaasi ka hadashay ayaa waxa Ilaahay uga bariyay in uu naxariisto ehelada iyo qaraabada iyo shacabiga Soomaaliland oo ka baxayna samiriyay masaadiq oo ka siiyo kulli nafsi daayiqad fil mowt aan maanta halkan u dhiganday aan taasi nuug iyo miisaan laga gudbinayna ولكن عبد الرحمن آدم جيريودي طلق كينيا عاصمة نيروبي ومنطقة رواسية بورما وحكت عصوها هنا كعصوها أقويان كبحي أقويان السمالة تنتي تنتي أنا وحيطها تنتي ما لي أدي أنت كنت يقول أحيان بلو بحد ما أنت مقلي بمشي إنسا هذا أنا الدنيا ده نعيدنا لو مد دينا يو لو هو الوقت تجيا وحنا المدة الدنيا ده تي وأنا سهل له ريسينا يو بقى وحنا أدي أو تحصلين يا أما أنت أكتر تحصلين قرن كسر مالا قوي سو كبحي الله يسمري إيمان صادق الله ينرسيو أمانتين هذا إن يركت عبتو عبد الرحمن شخصية ديسا شخصي آذي آذو قيم بضم وأنا أذكر آلد أما موند أما هرمود دايرتي سومالا دوكو براتي شامالا كبلودي سومالا دايرت مارتي رياض غار هامبا وآلد يونين لغود دايشم ضرع ويسكر أحسن أخلاق أقون يدين من انتبا يرونتيها عبد الرحمن سادرتي تاريخ سكول انت خلاك ورم الدونتان لكي سين تان قرانا يوم مانتو شقا بلابي لا مانت هدو برايف دو شقيني هدو هيدا مانت وكا كردين تاي هابي تاي ستيديو تومان سنة مالين نو شقيني انت هابو وان وانو دا شقيني ني رونتي نادي هدو قيام بضم بها انو اينا كون بتالا ويار تاي دا دي ارت مانت وحن لاي مرة بعد الى هيا ونحرشتو إلهي أن حرسته قبر الله ونوره إلهي النبي صلى محمد عليه أنت وكل يا الله كدقه إلهي تضبع ما أنت هرك الجن هرك إلهي جرو تضبع إلهي وخرجه أكمل الله كدقه كل نفس دقيقة الموت قف كستا ونولي ولبن أما هلا تعالى هذا ما يلا تعالى لكن سوى حمد رجب بدن قف عند لو تعالى بركض نتو نحن نسيب بدن لكن سوى حوي واحد موت أنا هو أحمد لقى قبل كريوية مركا عبد الرحمن ني يرام بذكر كل قضيبه يرام بذكر كل قضيبه تدال بدل لو سبيي ومضى الصومالية دا ميركا سوي جوكتو أحمد لقبته أما مركي أو جوكي هرقيسا وكيش غيري هالنقوت أما مركو بوقتها إنترناشن استافكا أو نقضيبه وحاوين هاولا بدل يو صومالي وقبته ودلال بدل وأخلاقات في عنا وحويل أمرين مايد ضد كاس بيت ماشي بدي وحويل ملك سوي كي بدي ولا جسوا قاري كر معناها وحويل ولا جيسي يب وقت سدوها درين كاو كمان يكوي بدي مركا وحويل ولا ولا تجي إلى هون راح يستو سبري إيمان نقرك السؤال لا إلى كسيو قويس كي قرابة وكب حيلة إلى وقت هاي صبر كسي عبد الرحمن إلهي سبحانه وتعالى هو نحرست آمين وحو أحانين تاريخ وين له إلهي وحو قبر ينجرون كي نسوه قيو إلهي دم بقسي دافو خير كي أولاد دا ما تكتك أقوم بنا إلهي وقعنتي سأفو ديو أي بربار في عنك سو برباران قويس كي يا خير كي يا أهل كي قرابو دوك بحينا إلهي سبر يا إيمان ديدك الله حسيو وحنو قلبي قبوتشنا يا خير كيسة فم لقى وذيك أركي يا خلقي قسومال لك هي مدي هكذا سكوي مدي قلنا ما أبديارة تعشدي سي سلاد ديسة ما توحنا لدقه وقت كامك اللي جوا شفاعي نوقع إلى هو برنو
إلهي بانو برينا سي خالص بانو برينا ويلي بإلهي ولالكيو إنو جندكيو أنا أقدم بيني إلهي أنا غنا نحرش جنا الله نسي دمان تيبا سكرات كان الله نوفوذي كل مالين بارس قادي دوناي كل نفس طائقة الموت طف والباء ودمانيا لكن سجيريها كلا حنون كلل ولكن عبد الرحمن هذا وين ما أنت تشوف نوتشنا سديسي وحن الله هو قبرينا إن الله هي قبرك هو نورتشنا تفردوسنا وقلت يا قو ودمان قرن كسومال لان يقويس كي يأهل كي أصحابتي يدمان تين وين نجا بحنا سمرية إيمان نجا سيد عبد الرحمن هذا سيد الله جمرك عيوحها وحها طف عن إريو لجو كوبي كريم وناجيس الشخصيات يوح تركيسة أخلاق ده يدين ته وحها قف صامين كي يشد دمان وما داس دان إيش قط مدي يا أنت مكان إذا كفر بدن وحن لا هاي وقبر ينا إنه لا هاي أن حريستو دمات ينسن بريه يبان نجسيه كل وحها ورال نجب حي أن درامي دونه وحتر كي ولها يهل كي ونجب بيجنا مرحوم كا حلقة يا با وحشرة وضنيين أما ضد دلشرة وأن موقن سيد سومالا وطهري ما يرد تشمريد سومالا نبقرانيا وحاني فهم تيدلال بدن بحيي مرحوم كدل كان ضد كي لسيوي دولة هوسو سيدو حلقب تي ولا شقينا قف موادنا ولا شقي مجرم marka lagii maado in Soomaaliland dhan ka baxay iyo marka lagii maado qoyskiisa oo Ilaahay uga barayo in Ilaahay samir laabta ugu qaboojiyo dowlada hoosana iyaga waa u gaargeeriday waayo intuu qaban jiray intayadi maayarada horo soo martay intayada joogta ayaa garaneysa waana sababta dhamaan maayaradi qaa kuwi hore iyo kuwi dambaba ay marka halkan uu wada joogaa nin baxalay meel uu ka soo baxay magaalooyinkii kala duwanaa ee la joogay ilaahay waxaan marxuumka uga barayaa wanaagii faraha badnaa ee uu sameeyay umada Soomaaliland in ilaahay gudka ugu nuuro oo jannada alle ku geeyo amiin oo dambigiisana alle ku dhaafo kan Cabdiraxmaan aadan oo runtii deesaa laga dhawaajiyay nin aad iyo aad u qiimo badan ahaa geeridaasi waxay ahayd geeri naxdin aad iyo aad u weyn shacabka reer Soomaaliland iyo cid kasto Cabdiraxmaan garanaysay baa ay aad uga naxeen oo naxdin weyle sida la sheegay waa run weyn ku wada xukumanahay haddana qof kasta qiimihiisa ayaa runtii muujinaya raadkii dadka ku yeelanayso Cabdiraxmaan aadan runtii Ilaahay ha u naxariisto qofka laga waramay buu ahaa anagu si gaar ah bay runtii noo taabanaysay oo si dhow aan u wada shaqeyn jiray waa taa hore looga dhawaajiyay Cabdiraxmaan shakhsi aad iyo aad u qiimo badan oo aad u wanaagsan oo dhinac walba ka dheeli tiran buu Ilaahay ka dhigay nin shacabka reer Soomaaliland wax tar aad iyo aad u weyn kula buu ahaa dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa iyo aqoontiisa runtii wax lagu daydo bay ahayd shacabka reer Soomaaliland meeshuu joogaba wuxuu ahaa safiir u maqan oo ku fikira degmooyinka dalka iyo horumarkooda iyo guud ahaan gobolka Soomaaliland goboladiisa kala duwan iyo qaranka kolba wixii uu fursad helo ugu maqan oo soo sheega oo ka hawlgala oo tabantaabiya waxa intaa dheer inuu Cabdiraxmaan ahaa nin wax qora oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waafajiyay inuu buug uu qoray ka tagay maanta oo waayihii uu ku shaqeynayay runtii raad ka reebay buugtaas oo dhaxal u noqonto doonta shacabka reer Soomaaliland ay weynaa ilay raj'uun inna lillahi wa inna ilayhi raj'uun inna lillahi wa inna ilayhi raj'uun kullu nafsu da'iqatul maut wuxuu yili geeridii cali sheegayaan gacal ha waayaan la xalo u wada gaar aha gucanaya mooy waxa garanayuun Cabdiraxmaan qof la soo shaqeeyo wanaagiisa dadnimadiisa Cabdiraxmaan waxay suukaayo horreysay muddo dhowr iyo toban sanadood ah anigoo shaqaalaha dawladda hoose ka tirsan haddana waxay sukaayay xigtay anigoo baayir ku xigeena 2013kii oo imka muddo badan laga joogo seminaarkii ugu horeeyay markay golaha iyaga deegaanka soo baxeen shaqsiyiina siiyay buu ahaa waxa ka muuqatay dal jacayl ilaa iyo intaan waan wada shaqeynayni qof afgaaban oo dadnimo leh oo dhaqan leh oo sidaa Miyir Cabdikariin sheegay ay iskugu mid yihiin magaalooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan ayuu ahaa oo aan qabyaalada qoon oo dadnimo leh oo runtii had iyo jeer jecel horumarka waxaan ka tacsiyadeynayaa Ilaahay isaga jannatu firdowsaha geeyo dhammaan reer awdal
halkan uu ka soo jeeday qoyskiisa iyo caruurtiisa waxa la ilaahay samriye ma nahay naga siiyo awd khayr qabanahay noogu bedelo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kullu nafsin dha'iqatul maut nafsna diba waa dhibanaysa laakiin tani waxay dheer tahay waxa qabuuraha yimid intay leegihiin bay dheer tahay waa naxdin inna wada taabatay intayna Soomaaliland ku wada noolna iyo intii aw la shaqeeyayba gaabiyay oo wax taabtay weeye oo wax cid waliba ka naxday ilaahay waxaan ka baryaynaa wax kala mahayna inuu ilaahay qabriga u nuuro ilaahay waxaan ka baryaynaa inaan ubadkiisii ayna noqonin kuwa aynu ilowno ee kuwa ilaa inagu barbaaro inay aabayaal badan leeyihiin kuwa ilaahay ka dhigo allah ka dhigo ciddii amaanada gacanta ku haysana waxaan ka baryaynaa in siduu ahayn jiray isaguba iyagana ay hoyaan waxaan ilaahay ka baryaynaa in cawd khayr qaba ilaahay naga siiyo ilaah uu naxariis wax kala ma kari karo ilaah ergaan ku naha ilaah wax ciddana taga waa adiga daraad cabsidaa baan u joognaa ilaah uu naga aqbalo naga jiro ilaah uu caruus khayr qaba ka dhigiya rabbal caalamiin إنا لله وإلا إليه راجعون عبد الرحمن آدم الله ونحرسته آمين قرنك الصومال لأن إلهي سمري إيبانا كسيو إهلذي إيا قرابذي وكتغي إنا إلهي سمري إيبانا كسيو بدكيسي إن عبد الرحمن آدم من أفقابا شقبا وحقبا بضا أيوها إنتان كاقاني إنتان لغا شاقي إيواناقة وان لقبا ummadda idilee intaa isku ugu timid ee meel kasta ka timid waxay ka marqaati ka cayaan Cabdiraxmaan Aadan qofka oo ahaa ilaahay qabriga ha u nuuro ilaahay dambigiisa kullu nafsin dha'iqatul maut waxaynu joognaa sida la sheegay tacsidii walaalkeen Cabdiraxmaan Aadan Maxamuud waxaan markii hore ilaahay uga baryaynaa inuu qabriga u waasiciyo uga dhigo rawdooda riyadul janna maanta waxa weeyaa duyadii ka tagay qabriga ilaahay uu nuuro oo waasiciyo rawdooda riyadul janna allah uga dhigo Cabdiraxmaan waxa weeyaa wanaagii uu lahaa bulshada ku dhaxlahaa ayaan halkan ka qireynaa ilaahay uu adiguna ku garo jannooyinkiisa ku jannooyinka ku casuumaan leena ilaahay uu iyaga ilaahay ka baryaynaa Cabdiraxmaan Aadan Maxamuud sida laga mar kacay waxa weeyaa wanaag farabadan buu ummada markuu dhex joogay uu lahaa waxaan leenahay ilaahow naga aqbalo naga ajiib markhaatiga aanu furnay aanu arlada ka furnay in Cabdirsaaq Cumar Micad Uliyo telefishinka CBA boora